ازيكم عاملين ايه؟ انا النهارده في عياده الدكتور مصطفى اسامه. طبعا فيكي اللي عرفتني عليه. ودكتور مصطفى خلص لي حاجات كتير في اسناني كنت محتاج ان انا اعملها، ونصحني ان انا ما اعملش فينيرز خالص. قال لي اسنانك مش محتاجه، غير بقى ممكن اي دكتور تاني يتعامل بطريقه كوميرشال يقول لك انت محتاج فينيرز وانت ما كنتش محتاج حاجه خالص. وجبت طبعا يوسف اخويا معايا و هو يتكلم بقى. مصطفى اول ما شافني قال لي اسناني محتاجه تقويم، فانا قررت ان انا اعمل تقويم مع دكتور مصطفى، وعشان اسناني كراودد شويه كده من بعض، فان شاء الله هعمله وهوريكم بعد ما اخلص.